السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وتوحشتكم بزاف وكنبغيكم بزاف. اليوم غادي مع مسيدي، جبت البلوطه، هو البلوط مع مسيدي، غادي نشاركوا معكم. غادي نديرو في الفرن في الفور ونوريكم كيفاش كيديروا له البلوط. كاين بزاف الناس ما يعرفوش كيفاش كيطيبوا هذا البلوط. كاين الناس كياكلوه هكا خضر، فهمتي ولا؟ غادي ورا بسم الله نعم اسيدي، على بركة الله. غادي نوريكم كيفاش كيدير له. قربوا عندي هنايا، هاهو تشد البلوطة هكذا، دير له ها وها، إلا بغيت دير له. المهم باش تدخل فيه هاديك السخونية نتاع الفور، هاهو كيما كتشوف هكذا نعم اسيدي، ندير له هكذا كامل. سيدي هاهو بلوط بلدي هذا، هاهو نعم سيدي البلوط ديالنا. كامل نديرو له هكذا كامل، فوالا ها هو نعم اسيدي. من بعد ما قطعته كامل كما كتشوفوا، قطعته كامل هو نعم اسيدي. دابا غادي ندير له شويه الملحه، غادي تشوفوا الطريقه. دابا ندير شويه الملحه نعم اسيدي، فوالا غادي نمشي دابا نشعل الفران. غادي نوجد الفران، من بعد نديرو في الفران، بقاو معايا حتى غادي يطيب ونوري لكم كيفاش خرج. فوالا اخوتي احبابي، من بعد ما خلينا البلوط ديالنا راه هو كيطيب، غادي بغيت نوجد واحد السلطة باش نهزها للخدمة. شفتها ديك النهار كلينا في واحد الريستوران وداروها لنا تما، عجبتني شهاتني. واليوم قلت له غادي نجيب البيبينو وتشوفها، غادي نديرها نهزها الخدمة معايا، عجبتني بزاف وحبيت نشاركها حتى هي معاكم. غادي نقطعوها على ما يطيب البلوط نتاعنا. بسم الله نعم اسيدي، بريمير غادي نقشرو هاد سميتو هاد البيبينو تاع نعم اسيدي. فوالا سيدي غادي نديرو هاد القشور، غنعطيو هاد القشور القنية. عندي واحد القنية غادي نعطي لها هاد القشور تاكلو. هدا من بعد غادي نهزو تشوها، واحد تشوها غادي نقطعها. غادي نغسلها اللول، غادي نغسلها.
هاد الشوفه هادي هاد السلطه هادي ندير تقطع نتاع البقوله ديال تقطع الخيوق فوالا هانا سيدي هادي الشوفه قطعناها هانا سيدي دابا غادي نقطعوا المحتشه السلطه غادي تعجبكم السلطه نتاع البلاد السلطه بسيطه وها ماشي شي حاجه غاليه ولا لا نتاع السلطه نتاع المساكين ولكن لذيذه بزاف البصله غادي نبكي شويه انا بزاف هادي ما بكيت غادي نبكي شويه بهاد البصله دابا البصله كنديرها تقطع القيوق تاعنا نعم سيدي هنا عندي واحد الليمونه غادي ندير فيها شويه الليمونه الليمون نعصر فيها واحد الليمونه ندير شويه الزيت نديرو الملحة شوية الملحة فوالا دابا غادي نخلطو فوالا غادي نخلطو واحد مزيان عام ماشي كدير فوالا هي السلطة نتاعنا العام ماشي كدير كيما خرجت خرجت زوينة بزاف غادي ندير واحد الدوقة لا جات زوينه بزاف والله العظيم الا عندي منسل ولا حادق زي عندنا ها نصحابي ما حادق زي عندنا حادق
المهم غادي نمشيو نشوفوا البلوط ديالنا غادي يتحرق نحيدوه من بعد عاود نديرو غادي ندير واحد العصير نشاركو معاكم حتى هو بقاو معايا هلا احبابي غادي دابا غادي ندير واحد العصير صغير غادي نشاركو معاكم حتى هو بسم الله نعم سيدي غادي نديرو نقطعو هاد البنانة عندي هاد البنان طايب مبغيتش نرميه فوالا ندير هاد الجوج في الأسد ندير هاد الجوج بعويدات فوالا غادي ندير هاد التمرات باش يحيد لهم العظم كاملين ندير شويه د اللوز شويه فوالا غادي ندير الحليب فوالا غادي ندير السكر عم سيدي شويه د السكر معلقة فوالا هي واحد جوج معالق صغار نتاع السكر باش منديروش حلو بزاف فوالا دابا غادي نطحنو العام سيدي فوالا بسم الله ديالنا عام سيدي بالصحة والراحة وكنتمنى يعجبكم بزاف المهم كنتمنى يعجبكم هاد سميتو عام سيدي اللي درت هاد العصير والسلطة حتى هي دابا غادي نوريكم البلوط غادي نمشي نجيبو كنتفيت عليه قبيلة غادي نوريكم كيفاش خرج البلوط تاعنا بقاو معايا فوالا اخوتي احبابي هو عام سيدي البلوط ديالنا كيفاش خرج منه بزاف عام سيدي وكنتمنى تعجبكم الطريقة ديال تاع البلوط وخصكم تجربوها ان شاء الله جربوها وغادي تعجبكم بزاف غادي نحل وحدة ونوريكم كي تحب وحدة شوف اخوتي احبابي كما كتشوفوا البلوط ديالنا واجد خرج شويه بزاف وريحته عرفتي واحد الريحه طلق على الخضر هو العصير ديالنا والسلطه كنتمنى تعجب لكم هذه الفكره وشكرا بزاف كاع اللي كيحبوني وكيتابعوني كنشكرهم بزاف وما تنساوش لي لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي ان شاء الله واللي ما مازال ما تشاف كنتمنى تعجبكم هذه الفكره وسمحوا لي بزاف كنتمنى ان شاء الله ان شاء الله بهذا الوباء يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله وشكرا بزاف لكم